مساء السعادة، مساء التفاؤل، مساء الأمل، مساء الجمال عليكم في بيت الجمال. النهاردة وحلقة جديدة وأول حلقة لبرنامجنا في العام الجديد. كل سنة وانتم طيبين. مش هطول عليكم عشان حلقتي مهمة جدا، وحابة ان انتم يعني تستفادوا بيها وتتفرجوا عليها، عشان عارفة ان في متابعين كتير لضيفتي. فرسالتي الوحيدة اللي بقولها لكم من خلال الحلقة النهاردة، كلنا نحافظ على نفسنا، وكلنا نحاول ان احنا يعني نهتم اكتر ونحافظ على نفسنا. و دايما يعني كلنا اتكلمنا عن السنه اللي عدت، ان هي السنه كانت هي مش كويسه. لا، اتمنى ان كل ان احنا نبقى عارفين ان المفروض احنا نكون الافضل، مش الايام او الشهور او السنوات هي اللي نطلب منها ان هي اللي تكون الافضل. ومش هطول اكتر من كده. كل سنة وانتم طيبين، وسنة جديدة وسعيدة عليكم ان شاء الله. نتمنى فيها ربنا يرفع عننا البلاء والوباء بإذن الله. ضيفتنا النهاردة هي ضيفة مش عادية. بدأت حياتها في الوسط الفني. بدأت في العمل في مجال الإعلانات ثم المجال الفني عام 2006، من خلال تقديمها لدور منى في مسلسل قضية نسب. شاركت في العديد من الأعمال الأخرى زي مسلسل العائد ومسلسل أبو ضحكة جنان وراجل وست ستات الجزء السابع، مسلسل العنكبوت، شط اسكندرية، مسلسل قيود، والعديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات كمان. ويبقى المشهد الأشهر واللي أصبح ترند هو مشهد الساعة فين يا رودي؟ هنطلع نشوف جزء من المشهد ونرجع نرحب بضيفتي الجميلة رودينا فهمي. رودي حبيبي نورتيني. نورك يا قلبي. مبسوطة جميل. جدا ان انت معايا النهاردة. انا مبسوطة اكتر ان انا معاكي. ايوه، مبدئيا في الجمهور كله بيسأل الساعة فين يا رودي. ليه الفضايح كده؟ ينفع؟ انا بتسأل على موضوع الساعة ده اكتر ما بتسأل. كنت جميلة ولذيذة جدا في الدور دوت، وطبعا كل ادوارك كانت حلوة جدا. ربنا يخليكي، نورتيني. طبعا اهم حاجه واللي كل الناس دلوقتي هتسال، لان الناس اللي عارفه رودينا فهمي دلوقتي ما كانوش متخيلين ان هي دي رودي اللي احنا شفناها في فيلم عمر وسلمى وفي حاجات تانية كتير زي ما ذكرنا قبل كده. فازاي رودينا قررت ان هي تتحجب وتطلع تعمل عمره وتسيب مجال التمثيل والحلم اي بنت مجرد ما دخلته؟ لا، ازاي انا لازم اكمل واظهر لحد ما ابقى بطله واظهر. فانت ازاي قررتي ان انت تسيبي الدنيا دي وتتوجهي لمجال التجميل وتبقى عندك بيوتي سنتر وتخشي بقى في قصه الميك اب والشعر والكلام ده؟ بصي، هو رقم واحد ده ترتيبات ربنا يعني. يعني هو ربنا رتب لي دوت، والعمره برده ما كانتش ولا على البال ولا على الخاطر، يعني هي جات لي حاجه كده برده بشكل معجزه يعني، سبحان الله. فجيت رحت العمره، كنت فاكره بقى ان انا رايحه العمره وراجعه خلاص هرجع عادي زي ما انا، فول ميك اب سبانيش لبسي عادي مفيش مشكله، همثل برده تاني لو كده مفيش مشكله. لا، رجعت واحده تانيه خالص، وحبيت، وربنا حطني في يعني عثر عليا قوي. عارفه لما يجي مثلا حاجات كده تفوت عليكي وربنا يعثر عليكي اكتر عشان يشوفك انت هتبقي ايه وهتبقي احسن وهتكملي ولا هترجعي؟ لا، انا صمت واخترت حجابي مع قمه الاغراءات اللي كانت جايه لي وقتها. كان في اغراءات كتير في الوسط الفني ومسلسلات وافلام وشهره وكده، بس انا اخترت حجابي ورجعت الحمد لله. فربنا وفقني بقى. مع اتعثرتي واتحطيتي في مشاكل ماديه جدا وحاولتي ان انت ترجعي بالحجاب ورفضوا؟ كان في صراع كمان ما بين الناس ومخرجين ومواسين، ازاي يعني تضيعي ارشيف؟ انت ليكي ارشيف على جوجل يعني رودينا فهمي، تظهر لك رودينا فهمي. كله كان مصر وبيطلب منك ان انت تقلعي الحجاب بالظبط لو حابه ترجعي. فالحمد لله بقى ربنا اداني توفيق. طبعا انا دي حاجه مستحيله، وربنا اداني توفيق من عند ربنا. ده كده ونعم بالله. حب الناس دلوقتي ما شاء الله متابعيني من جميع انحاء العالم، كل الـ 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 البلاد، ما انا اجنبيه وعربيه يعني، سبحان الله. اكيد ربنا بيعوض على فكره، لان انت خدتي خطوه برضو مش سهله على اي حد. الحمد لله. طيب رودينا، خلينا نتكلم عن الظروف. تحددي ظروفك. عملتي حاجة زي مشروع صغير كده في بداية برضو خروجك من قصة التمثيل؟ عربية متنقلة، عربية رودي متنقلة بالظبط. ايه بقى قصة العربية دي؟ بصي، انا لما الدنيا كلها اتقفلت قدامي
ما كانش فيه انتي واحدة بتقبضي كام ألف في اليوم، لا ما فيش فلوس خلاص. فالدنيا اتقفلت قفلت قفلت، واتفتح لي الشهرة والفلوس ومن حد سكك تاني. رفضت دوت. طب ايه الموضوع؟ جه عيد ميلادي، مامتي ادتني 200 جنيه، بابا اداني 200 جنيه، مش عارفة مين ادتني، كونت 900 جنيه. ال 900 جنيه بدأت بيهم مشروع صغنن بال 900 جنيه. الكلام ده من 7 سنين بالظبط، كان ابني عنده سنة. بدأت مشروع، رحت اشتريت اكسسوارات وميك اب وحاجات بسيطه جدا، وبقيت ابيع للجيران، ابيع لاصحابي، ابيع لقرايبي، مش عارفه ايه. 900 بقى 1000، ال 1000 بقى 1200، 1200 بقى 1000 ونص. ودايما انا بقول يعني الحمد لله، بقول لكل الناس مفيش حاجه اسمها مفيش شغل، لازم انت تخلقي لنفسك شغل. مفيش حاجه اسمها انا مفيش شغل فخلاص يعني، بالظبط. لا انت اعملي ده. بعد كده عملت عربيه رودي دي، انا كنت بروح اوصل الاوردرات بنفسي، وناس كتير صحفيين بقى يقولوا لي انت رودينا فهمي تنزل من سماء الفن الى شوارع القاهره حيث تشجع الشباب على العمل. وناس كتير حلو قوي بقت ده. تسقف لي، وناس تتصور معايا تحت في العربيه، بجد انت ست ب100 راجل يعني، انت عملتي حاجه انا كممكن كراجل كان ممكن اتكسف ان انا اعملها. لا مفيش حاجه اسمها كسوف، ابتدي اعمل مشروع، ابتدي اعمل اي حاجه، انت ما بتعملش حاجه غلط. بالظبط كون اذا كنت بالظبط. ست او راجل تبقي ب100 راجل وتنزلي وتشتغلي، حتى لو ممكن تشتغلي من البيت الفكرة دي فعلا شجعت شباب كتير ان هم كتير. فعلا يبتدوا حتى انا في ناس بأرقام تيجي اقل تقولي من انتي كده. بصراحه مثل الاعلى يعني. ما شاء الله عليك يا روز. فالحمد لله ان انا اكون اهم حاجه ان انا اكون سبب لناس كتير في اي حاجه عامه. وكملتي في المجال بتاع الاكسسوري والمجال ده برضو فتحت لحد حاليا انا دلوقتي؟ فاتحه 3 محلات. ما شاء الله عليك يا روز. دخلت بقى اكسسوار، ميك اب، ملابس، كل حاجه يعني، ببيع كل حاجه. تمام. وبرضه ما زلت برضه على موضوع الاونلاين، ونفسي جدا ارجع على عربيه رودي بصراحه. مش عايزه ماشي. طب هنخلينا نتكلم بقى دلوقتي في قصه رودي كميك اب ارتست وخبيره تجميل، برضو ايه رحتي الحته دي ازاي؟ جت صدفه. تمام. جت صدفه جدا. انا اصلا كنت طول عمري حتى ايام التمثيل كنت بحط ميك اب لنفسي، فكان كل الناس تيجي تقولي رودي انت بتحطي ميك اب حلو، طب ما تبقي خبيره تجميل، تبقي ميك اب ارتست. قلت لهم لا مش بتاعتي يعني، مش متخيله ان انا هعمل كده يعني. فجت صدفه مامه صاحبتي قالت لي رودي انا عايزه يعني عروسه ابني عايزاك انت تعملي لها الميك اب. تمام. قلت لها ايه ده يا طنط، يعني مش الدرجه دي. انا بحط ميك اب حلو لنفسي، لكن احط لحد او ان انا اطلع كمان عروسه دي موضوع صعب قوي يعني. انت يا رودي ما خدتيش مثلا كورسات مع اي حد من خالص الاسامي اللامعه خالص. في عالم لا التجميل خالص خالص؟ خالص، كل ده جاست هي مجهود توفيق من عند وخلاص. ربنا، وانا تمام. اشتغلت على نفسي. اشتغلتي على دي نفسك. حاجه تمام. بتبقى وبعد كده قلت لها بصي انت هاتيها لي وهعمل لها تيست، تمام؟ عجبها الميك اب اوكي، ما عجبهاش يبقى خلاص. فالمهم جت العروسه قبلها عملت لها تيست والميك اب عجبها قوي. ايوه انا عايزه حاجه رقيقه، انا عايزه هو ده اللي جوزي عايزه وبتاع. فقلت لها خلاص متاكده؟ قالت لي اه. قلت لها متاكده؟ قالت لي اه. قلت لها خلاص اوكي. في الوقت ده بقى ابتديت اشتغل قدامها شهر على فرحها، ابتديت اشتغل على نفسي، وابتديت بقى اشتري ماتريال. واول ما اشتغلت بميك اب بهاي اند على طول، ماركات بقى عالميه وحاجات غاليه لان دي عروسه يعني، فلازم طبعا تمام. ان انت خلاص طالما اتحطيتي في الموضوع لازم تبقي تكوني جد قده وقده. بالظبط بالظبط. يبقى لازم بالظبط. هطلع عروسه، يبقى اطلع عروسه صح بالميك اب العروسه يعني. صح برافو بس عليك. فالحمد لله ربنا وفقني بقى. طب رودي بقى، انت شايفه ايه اللي بيميزك عن اي خبيره تجميل تانية؟ بصي انا اولا عشان انا مع ربنا جدا، الحمد فالحمد لله، لله ربنا فاتح لي حب الناس ليا، دي نعمة كبيرة فانا فعلا. بحاول ان انا يعني من جوايا ان انا ابقى عارفه ايه اللي الناس حباه وايه اللي الناس مش حباه. الناس تعبت كتير قوي 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 من موضوع يعني مش عايزه اقول نصب، ومش عايزه اقول يعني في استغلال، استغلال كوافرات، استغلال مش عارفه ايه، ان هو في تدمير 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 شعر، تدمير بشره. صح بالظبط. الكورسات نفسها بقت حاجه يعني انا عايزه اكوش اجمع مبلغ وخلاص، ما يهمنيش انتي بالظبط. اشتغلتي ما اشتغلتيش، فهمتي ما فهمتيش، لا انا مش عايزه ده خالص. انا شايفه نفسي ان انا اولا بتقي ربنا جدا جدا في شغلي، في الماتيريال كلها تكون اوريجينال، لان في ناس كتير ميك اب ارتس مش بيشتغلوا ولا حاجه من اللي احنا بنشتغل بيها، وانتي صح. عارفه دوت. واسماء كبيره، كوافرات كبيره يعني، الناس بتدور لي الاسم. رودي سؤال بقى معلش مهم قولي. جدا عشان مش هينفع الحلقه تخلص من غير ما اساله لك.
ميك اب ارتست مشهوره بقالك سنين وفنانه، ووشك طبيعي بنسبه يعني اللي هو عارفه اللي هو انا كل اللي انا حاساه انت حاطه مجرد حاجه مرطب عاطيه ضي بسيط على الوش روتين او بالظبط، روتين والبشره طبيعيه جدا، ازاي بقى ميك اب ارتست ومش حاطه ميك اب؟ الناس هتتجنن من الموضوع ده، انت خبيره تجميل ازاي ومش بتحطي ميك اب؟ احنا ما شفناش، احنا اول مره نشوف ميك اب ارتست ما تحطش ميك اب. بالظبط دي حقيقه. انا بحب كل حاجه، كل حاجه تجميليه ممكن تجملي بيها نفسك بس على الهادي ناتشورال تكون الطبيعي بالظبط طبيعيه. كده، بالظبط وتكون حاجه طبيعيه من غير افوره، مش ميك اب ارتست فانا كل يوم بقى ان انا افضل حاطه فول ميك صح اب وحاطه رموش وحاطه بقى صح بروبرق، لا 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 صح خالص. برافو عليكي. انا بشجع الناس ان هي ما تحطش ميك اب اصلا، الناس تنزل طبيعيه جدا. في حاجات بسيطه انا دايما بقول عليها اللي هو الروتين بتاعي، الروتين بتاعي ده تقدري ان انت تبقي متقبله نفسك وحابه نفسك، اهتمي ببشرتك وحب بشرتك عشان هي تحبك. ده حقيقة. فلازم انا بوصي دايما بروتيني اليومي اللي انا دايما اتكلم عليه، وروتيني الاسبوعي وروتيني الشهري. لا دي حلقة لوحدها طبعا، يعني نتكلم فيها نجيب رودي ونتكلم على ان الروتين شاء الله. اليومي وازاي نقدر نعتني ببشرتنا ونطلع منها احسن حاجة من غير ما نبقى مضطرين ان احنا طول الوقت لا حاطين في ناس مستحضرات تجميل مدمره وكده. بشرتها بودره مائيه وحاجات، هم فاهمين غلط، يعني هم فاهمين الميك اب غلط. صح. فخلي بشرتك تتنفس وخليكي انت تكوني متقبله نفسك بشكل طبيعي. طيب في حتة تانية برضو مهمة عايزة أسألك فيها. أول حكيتي لي ان انت بداية يعني حتة ان انت تشتغلي كمان في البروتين والترميم وعلاج الشعر كان ناتج برضو عن تجربة سيئة ليكي خليتك قلتي لا انا لازم اشوف الدنيا دي. وأبحث بالظبط. بحثت لحد ما وصلتي للصح فيها ايه وايه الغلط اللي الناس دي بتعمله فبيعمل الغلط الكوارث كتير، اللي احنا الغلط بنشوفها. يعني نفترض نقول والله العظيم بجد بحق يعني بجد 99% الناس ماشية غلط، وللأسف الناس بتاخد حتة يعني مستغلة حتة عدم فهم ووعي العميل العميلة إذا كانت كبيرة أو صغيرة. وبصي ده انا زيرو فورمالين، ده انا بصي ده انا هخليهولك حرير، ده بصي، والعميله تفرح. وللاسف الاكبر ان اطفال، دي يعني كارثة كمان الاسف طبعا الاكبر كارثة. ان هم بيتعاملوا ما عندهمش، هم بصي شايلين ضميرهم الموضوع مادي بحت. ومادي. انا بالظبط. عايزه اكوش وكل، انا بس يعني نفسي الناس دي فعلا بجد تراي ضميرها 1%، لان بجد اي قرش هتاخديه والله ما بيقعد، القرش طبعا الحرام طبعا مش بيقعد. كفايه كلمه حسبي الله ونعم الوكيل اللي انا بسمعها من ناس تيجي تقول لي بامانه حسبي الله ونعم الوكيل اللي عملت لي، وربنا يبارك لك في اللي انت عملتيه معايا. فانا مش احيانا ما بعرفش الحق الناس من اولها، يعني في ناس بتبقى خلاص خلاص وصلت جربت لمرحلة مأزية. وجاب بقى خلاص اتدمرت. لكن في حاجات لا، حاجات حاجة اللي أنا شفتها بصراحة، يعني هم حاجة واحدة هي المنتج معين ده اللي هو العلاجي فقط فقط، لكن ما تمام فيهوش فورمالين. هو بيفرد بمادة فردة طبيعية اسمها مادة الصويا، وليها تكنيك لازما مش أي حد يعمله. طب انا يعني كعميله راح اعمل بروتين ازاي اقدر، ايه اللي انا ممكن اعمله؟ لان طبعا اكيد انا مهما كان مش هفهم برضو في البراندات، وممكن البراندات تتغير اصلا. يعني انا ممكن اجيب بالظبط، باكج بتاعت براند عالي واحط فيها ايا كان بقى ايوه بالظبط، اي بيعملوا مكسات. حاجه. بالظبط. فانا كعميله ازاي اقدر احدد المنتج اللي هيتعمل لي ده من قبل حتى ما يتحط على شعري ان هو فعلا مش هيأذيني او ان هو لا براند بصي، نظيف؟ من قبل ما يتحط على شعرك صعب، ولكن تعالي نقول بعد ما اتحط، بعد ما اتحط يعني ما اقدرش احدد قبل. حسيتي ان المنتج ده فيه بياكل في فروه راسك كده، ده فيه فورمالين، تمام. وهي بتعملهولك مجرد ما حطت البيبليس كده اهوت ولقيتي شبوره هواء، وانتي عارفه لما بتخشي الكوافرات ما تشوفيش ايدك، ده فيه ده كده فورمالين. فورمالين ده صرف. اساسي، تمام. تمام. الريحه بتاعته بتحرق في العين والانف والزور، ده كده تمام. فيه فورمالين. هم دول اكتر حاجه بيبين الناس اللي عملت. وموضوع التشابك ده، انا في ناس بتقول لي ده بتبقى علقه، يعني بيتشابك في شعرها جامد ده قوي برضو قوي بسبب قوي ان المادة بسبب مش ان هي ماده بتحس مادة ان مش هي كويسة. متخشبه في شعرها. لا لا بالظبط. خالص، احنا بنعمل تمام. المنتج ده اكنك عامله بيبيليس وشعرك بيروح ويجي معاكي طبيعي، وبيبقى تمام. جميل جدا جدا. تمام. طيب نسألك على ايه يا رودي؟ نسأل بقى عن سايبك معلش. مينفعش يطلع على الهواء. اتفضلي يا حبيبي السوشيال معلش. ميديا يا رودي، السوشيال ميديا وجمهورك ومتابعينك الكتير، ايه بقى القصة برضو بدأت معاكي منين؟ بصي ده توفيق من ربنا برضو، ان انا معرفش هي بدأت امتى وفين وازاي ولا اي حاجة خالص.
يعني حب الناس دي حاجة كده طبيعية. تمام. أنا عملته فعلا. كملي يا قلبي. سوري يا جماعة معلش. أو معلش سوري يا جماعة والله، بس عملته فعلا، احنا نقفله خالص. سوري يا جماعة، جمهور رودي بيطاردها عندنا. لا لا لا. كملي يا قلبي. يلا بينا. طيب برضو من الحاجات اللي يعني مش ما كنتش حابه اقفل الحلقه بيها، بس مهم جدا ان احنا نتكلم فيها، قصه بنوتك والموقف اللي حصل معاها وموضوع ميه النار. وايه بقى، احكي لنا كده باختصار كده ايه اللي حصل والموضوع جه ازاي. طبعا انت في الفتره دي كانت الدنيا صعبه وكان مريتي بتوقيت صعب، فاحكي لنا كده كانت التجربه عامله ازاي طلعتي منها كانت بإيه؟ لأن حاجة أنا كنت صعبة بشوف لك جدا. لايفات كنت بتطلعي تقولي رسائل، بقى بعيدا عن التجربة كنت بتطلعي توجهي رسائل للناس، فقولي لي كده بإيجاز. بصي، كل اللي أنا بوجهه يا جماعة، خلي بالكم من الكلور والكحول ومية النار والحاجات دي كلها، لأنها مصيبة كبيرة جدا جدا جدا، مصيبة مصيبة مصيبة. انتوا ما بتشوفوش عمليات التوسيع وقد ايه هي بتقعد، يعني في بنات وولاد 8 سنين بيعملوا عمليات توسيع، يعني حاجة مصايب. والبرشام اللي هو منتهي الصلاحية بتبقى يتنازل أكنه بتوص. لا حول ولا قوة. والله. أنا شفت مقاسي هناك. احنا قعدنا هناك أولا 30 يوم، و لا كانت حاجة صعبة جدا جدا. شفت مقاسي كتير جدا جدا، وشفت أطفال بجد صعبت عليا قوي، وأنا اعتبرت إن أنا بنتي حصل لها كده علشان خاطر تكون سبب لإنقاذ ناس كتير. بس هي الحمد لله بقت احسن وخفت عايشه وكده، بقى على عمليات التوسيع للاسف، كل اسبوعين بنعمل توسيع. ربنا يشفيها لك يا رب ويتم لك حبيبتي شفاء على ربنا خير ويخليها يخليكي لك يا يا قلبي. رودي. طيب وقتنا خلص للاسف، نورتيني يا رودي، حبيبتي ربنا يخليكي وطبعا يا قلبي. عارفه ان في حاجات كتير كنت حابه تتكلمي فيها، ان ان شاء الله شاء الله تكوني مره معايا جايه ضيفه ان في شاء حلقه الله. تانية باذن الله. نورتيني وشرفتيني، تسلميلي يا قلبي. وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع برنامجكم بيت الجمال، وهستنى آرائكم على البيج بتاعة البرنامج، ولو في أي مواضيع حابين تقترحوا إن احنا نتكلم فيها هستناها بإذن الله على البيج بتاعة البرنامج بيت الجمال بالعربي مع هبة الزغبي. تصبحوا على خير.